أسعد الله ومساكم، أسعد الله أيها الأحبة الكرام، ولقاء متجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم البوصلة، هي الحلقة 83. اليوم مشكلات العالم ومشكلات الإنسان في حالة تزايد كماً ونوعاً. ما نحتاجه اليوم قراءة واعية لما يجري، ما نحتاجه اليوم وما يعوزنا وما ينقصنا هو لغة التفاهم فيما بيننا ولغة التواصل فيما بيننا. عنوان حلقة اليوم هي منطق الطير، كيف يتسنى للإنسان أن يفهم الكون من حوله ويفهم لغة الطير ولغة الجماد ولغة الإنسان نفسه. في قصة طريفة ذكرها الدكتور علي الوردي في أحد كتبه عن شخص يقود طائرة، هذا الشخص القائد قائد الطائرة مدجج بأحدث أنواع الزي الخاص بلباس الطيارين، وشاءت الصدف أن يقع هذا الطيار، يصير خلل في الطائرة ويسقط في أدغال أفريقيا في العالم الآخر، في العالم الغير متمدن الغير متحضر، العالم اللي هو خارج التاريخ. صورتان متناقضتان، طيار يمتلك أحدث التقنيات وأحدث أنواع الطائرات، وعالم آخر من البشر يعيش على هامش الحياة في أعمق أدغال أفريقيا. حينما سقط هذا الرجل شاء الله أن لا تتضرر طيارته، ونزل شيئا فشيء، رفع القمرية ونزل إلى القرية التي يعيش بها هؤلاء الناس. الناس البدائيون هؤلاء شافوا شيء، منظر غريب، طائر كبير جدا حديدي، لا يملكون أي تفسير لهذا المشهد. اقترب الطرفان من بعضهم البعض، والطيار يحاول أن يفهم سكان القرية أنه أتى من عالم التكنولوجيا الغربية. سكان القرية أرادوا أن يفهموا كيف جاء هذا الطيار وهذه الطائرة الكبيرة جدا، فلزموا ومسكوا الأيادي لهذا الطائر، كل فرد من القرية يمسك إيد هذا الطائر، ويظنون شيئا عجيبا، يظنون أن هذا الطيار قد حمل الطائرة على كتفيه وجاء بها من أقصى المديات. هذا الفهم الخاطئ هو ما يعيشه الإنسان اليوم القاسي الحائر الذي لا يفهم ما يجري على أرض الواقع. سكان القرية يشبهوننا إلى حد بعيد، لأننا لا نفهم كيف تسير هذه الأمور في الكرة الأرضية ومع 8 مليار بشر، وكيف أن الناس هم في حيرة وفي عذاب وفي متاهات كبرى ومتجددة. حصلت لغة معينة بين الطيار وبين سكان القرية، فقال لهم أنا لا أحمل الطائرة على كتفي، إنما هناك علم اسمه علم الميكانيك وهندسة الطائرات، وهذه من الأول ابتدائي، يدخل الطالب يتعلم ويتعلم أكثر إلى أن يتخرج من كلية الهندسة ومن كلية الطيران حتى يتسنى له قيادة هكذا طائرة. وأخذ أحد أفراد سكان القرية معه إلى الغرب ليتعلم من جديد. هذا المشهد البسيط الذي ذكره الدكتور علي الوردي يقول لنا أن هناك لغة مفقودة ما بين النقائض وما بين الطرفين على أرض الحياة اليوم في الموصل وفي كل مدن العالم. هناك لغة صعبة نشرحها، نريد نشرح من خلالها الواقع وأحزان الواقع ومصيبات الواقع. اليوم لما أقول ندخل إلى الجامعة ودور الجامعة في تأهيل الحياة والارتقاء بالحياة وبث حلول للحياة من خلال الجامعة، نروح إلى تصنيف الجامعات العراقية، وهناك تصنيف اسمه جرين ماتريك، هذا وضع جامعة بابل على مستوى العراق وضعها في المرتبة الأولى، وجامعة الموصل للأسف وضعها في المرتبة 22. ولكن على مستوى العالم جامعة بابل هي التسلسل 128 وجامعة الموصل 721. معنى ذلك أن العلوم واللغة، اللغة العلمية البعيدة عن العواطف هي بعيدة عن الحياة اليومية التي نعيشها. مشكلات الحياة اليوم التي نعيشها لا يمكن استنباط حلول من الجامعة أو من رجال العلم. نحن على العكس، بدل أن نواجه مشكلاتنا اليومية في كل الصعد، السياسية، الاقتصادية، البيئية، الصناعية، الزراعية،
نحن نؤجل الحلول ونؤجل مواجهة الحلول. لدينا دور أول ودور ثاني وتكميلي ودور ثالث، وما نلحق نسدد أقساط العلاجات والشفاء، بعيدين كل البعد عن لغة التفاهم من أجل التصحيح ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. المشكلة الرئيسية في صعوبة التواصل والتفاهم فيما بيننا أننا لا نميز ما بين مستويين. المستوى الأول أنت يا صديقي وأنا وكل الناس نمتلك مستويين من القرارات. المستوى الأول هو مستوى دائرة التأثير. أنت بعض الأحيان تمتلك قرار لشيء ما معين، مثلاً أنت مسؤول عن عائلتك، قرار عائلتك هو مسؤوليتك، وتأثير الأمر في عائلتك هي القرار بيدك أنت. هذه المسؤولية بعض الأحيان يصير عزوف ويصير تأخر، وهي من شغلتك أنت وقرارك أنت ومسؤوليتك أنت. بعض الأحيان نفعل العكس، هناك مستوى ثاني اسمه دائرة الاهتمام. أنت غير مسؤول مثلاً عن الناس اللي جالسين في الصين وتضطهدهم السلطة في الصين الآن لأنهم مسلمون فقط، أنت غير مسؤول عن ذلك، هذه من دائرة اهتمامك. ربما أنت تهتم، تدعمهم معنوياً، تدعمهم نفسياً، تتبرع، ممكن، لكن هل تستطيع أن تؤثر؟ الجواب لا، لأن هذا الفضاء هو ليس من اختصاصك، أنت غير مؤثر في هذا القرار. نريد أن نصحح العلاقة ما بين دائرة التفاهم والتواصل، فنقول للناس أيها الأحبة، الذي هو مسؤوليتك وقرارك وتأثيرك يجب أن تتحمل أنت كامل المسؤولية، والذي هو من اهتماماتك ولكنك لا تمتلك السلطة والقرار والتأثير، هنا لا يمكن لنا أن نقول السبب أنت، لأن القضية ليست يمك. ما بين الحاكم والمحكوم اليوم علاقة مرتبطة بتناقض عجيب. الحكومة مسؤولة عن قرارات معينة تخليها برأس المجتمع، والمجتمع مسؤول عن قرارات كثيرة يخليها المجتمع برأس الحكومة. هذا التناقض قطع الجسور، جسور التفاهم والتواصل، فنحتاج منطق جديد ومنطق واقعي للتفاهم والتواصل. اللغة التي نستخدمها اليوم لغة مرتبكة، أسلوبنا بعض الأحيان عاطفي، انفعالي، ارتجالي، ما يودينا إلى شيء، والواقع يظل هو هو، لأن هدفنا ما بس نتكلم ونرفع شعارات كبرى، نريد نصحح الواقع أيها الأحبة بمنطق جديد. بعضنا يمتلك شخصية مستلبة، مقهور دائما، مضطهد، لا يمتلك قرارات، هو دائرة التأثير تساوي صفر، هو فقط يهتم ما أن تأتي له الفرصة، يريد يشبع الخلل النفسي الذي عاشه والقهر الذي عاشه، ويريد ينتقم من الأيام ومن الناس حتى يعوض. في القرآن سليمان النبي يتكلم مع النملة، والمشهد عجيب غريب، ولكن هذا نبي يمتلك معجزات. العجيب أنك تسمع نملة تتكلم، ولكن يا صديقي في حلقة اليوم منطق الطير، الأعجب أن تسمع إنسان يفهم ويدرك منطق الحيوانات. اليوم نحتاج إلى إنسان يدرك ويفهم منطق أخيه الإنسان، فما بالك بقصة النبي سليمان الذي يفهم منطق الناس الذين عاشوا معه والحيوانات والجمادات الذين عاشوا معه. أكو لغة لم ننتبه لها، لغة الإنسان مع نفسه مفقودة ومشوهة، لغة الإنسان مع أقرب الناس إليه، مع زوجته، مع ابنته، مع ولده، مع أستاذه، مع طبيبه، أيضا لغة عاطفية مشوهة. اليوم لما نقول الناس تحتاج الناس، والنبي يرفع راية ويقول ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، يريد أن يقول لك النبي، يقول لك صحح منطقك مع جيرانك وصحح لغة التفاهم والتواصل. اليوم البشر من حولنا أيضاً نحتاج إلى لغة عاطفية، لا واقعية، نعم، وإجراءات بها أرقام وإحداثيات وإجراءات يومية، لغة التفاهم مع الكون، هذا الكون الجميل الفسيح المدهش، انظر إلى هذه الطيور التي حولنا، انظر إلى الجمادات، انظر إلى كل ما خلق الله، وكل ما خلق الله يخدمك، لكن أنت فقدت لغة التواصل
مع هذا الكون، وبدأ الاستعمار بهذا الكون، وبدأ التخريب لهذا الكون. إذا نصل إلى طبقات الإنسان يتفاهم مع نفسه، مع أقرب الناس حوله، مع البشر، مع الكون، والتفاهم مع الله، وهي أسمى مرتبة للإنسان الواعي الراشد. تتكلم مع الله يا صديقي قليلاً. بعضنا يصلي ولكن مقطوع جسور التواصل. أحد الأيام وصفت علاجاً لشخص قريب مني وقلت له انصب الموبايل على 3 بالليل واجلس وافرش سجادتك واتصل مع الله، تواصل معه من فوق 7 سماوات واشكو له، بث له أحزانك، اطلب منه، ارجوه، سيأتيك من فوق عليائه وينصت إليك، وتتواصل مع خالقك في أبهى صور التفاهم وأجل وأجمل لغة المنطق الجديد الروحاني. أيها الأحبة الكرام، الحلقة 83 متواصلة وعنوانها منطق الطير. نخرج فاصلا قصيرا لتستمر معكم الرحلة. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، والحلقة 83 منطق الطير. نريد أن نعلي من لغة جديدة للتفاهم بين البشر. البشر تحولوا إلى ذئاب بعض الأحيان، يفترسون بعضهم. نريد أن نتخلص من هذه الفضاءات القاسية المتنافسة بين البشر. اليوم أن صف بعض الأحيان الناس، وبعض الناس يصفهم القرآن كالأنعام، كالحيوانات، أجلكم الله، بل هم أضل أكثر من هذا، أكثر الانحطاط بعض الأحيان الأمريكي أو البشع الطغاة القساة الذين يفتكون بالناس ويفسدون في الأرض ويسرقون كل خيرات وجمال ودهشة هذا الكون. القرآن لما يصف بعض الناس أنهم أدنى من مرحلة الحيوانية أجلكم الله، يقول لك أن الإنسانية والإحساس بالمعنى الإنساني بدأ ينزل وينحط، وأصبح الإنسان أدنى من مرتبة الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان لا ينتقم ولا يتشفى ولا يغتال أخيه. هذا الانحطاط الإنساني اليوم نعاني منه على مستوى العالم، وبالتالي هناك مشاهد مفزعة ومخيفة وموجعة بالحقيقة. بعض الأحيان تراكمت المصائب والبشر يريدون تفسيراً لما يجري، وهم عاجزون عن فهم ما يجري، وبالتالي تصدر عن هذا الإنسان أشياء لا تكاد تصدق. حينما أم تلقي بأولادها في النهر أو أم تحرق أولادها، هناك علامة استفهام كبيرة أن المجتمع اليوم غير متوازن وغير متفاهم، ونحتاج إلى لغة جديدة لإعادة المعنى الإنساني في التعاملات اليومية. اليوم الاضطراب سبب أمراض نفسية جديدة. اليوم الكآبة ارتفعت، بعض الإحباطات ارتفعت. صديقي الدكتور وعد الله وهو طبيب باطنية، حينما يصف لمرضاه الأدوية الفعالة في علاج المرض، ينظر إلى هذا الإنسان الذي هو مريض جسدياً يراه مريض نفسياً أيضاً، فيقول لبعضهم أنا أنصحك أن تربي طيور مثلاً، أو تشتري حوض أسماك في البيت وتنزل إلى المعاني السامية لتذوق جمال هذا الكون. جمال هذا الكون تم تشويهه عبر سياسات اقتصادية وعسكرية وإدارية خاطئة اغتالت المعنى الإنساني. تم سحق الإنسان الذي يعيش في أعماقنا، وتحول البشر إلى مرتبة الحيوانية، أو تحولت القلوب إلى حجارة أو أشد قسوة. إحنا اليوم نريد نفهم في هذه الحلقة المنطق الجديد، منطق الطير الذي يساهم في علاج واقعنا. مسكين لأنك فقدت قدرتك على التواصل في لغتك، وفقدت قدرتك على التواصل في طريقة تفكيرك مع الناس. أنت تنظر إلى الناس إما ظالم أو مظلوم. الظالم تخشاه وتهرب منه، والمظلوم بعض الأحيان تتخلى عن نظرة هذا المظلوم. وهناك في هذه الزاويتين، الظالم والمظلوم، هناك نقوص في المعنى الإنساني، وهناك انسحاب للتواصل الإنساني.
عباس بن فرناس لما أراد أن يقلد الطير ووضع لنفسه ريش، جناحين من ريش، وقذف بنفسه من الجبل وقع ومات، لأن هذا التقليد لا يجوز. هناك خلل في التواصل أيضاً في الطريقة العلمية. بعض الناس اليوم، بعض البشر، يريدون أن يقلدوا الخيرات والجمال اللي يمتلكه عالم الحيوان، وهذا الإنسان لأنه لم يفهم المنطق الإنساني في التواصل يفشل ويسقط ويموت كما مات عباس بن فرناس. علينا أن نحيط الحياة وأن نقود الحياة وأن نحصن ونحمي الحياة باللغة العلمية الجديدة، اللغة التطبيقية في التعاملات. فيدني وأفيدك، بس لا تصير مصلحتي تطغى على مصالحي وتسرق حقوقي. هنا يسقط عباس بن فرناس، وهنا الغرب استفاد من هذه اللغة بعد فرانسيس بيكون الذي توفي عام 1622. بدأت أوروبا تتخلص من اللغة العاطفية، لغة الشعارات التافهة الفارغة، وقال لهم فرانسيس بيكون: عليكم أن تفكروا بطريقة التفكير التطبيقية العملية. عباس بن فرناس فشل لأنه فكر بطريقة عاطفية، والأخوين برايت استطاعوا أن يصنعوا طائرة لأنهم قرروا أن يفكروا بطريقة علمية عملية تطبيقية بعيدة عن العواطف، ولا تملك أي جانب عاطفي مشمول بقرارات الميل العاطفي أو الحياد العاطفي أو الانحياز العاطفي. اليوم احنا نشوف أولادنا يتعلمون مثل الببغاء، يرددون ما نقول، يكررون ما نقول، يستنسخوننا من حيث لا يشعرون. وبالمقابل احنا نعرف الببغاء أيضا، هذا الحيوان اللطيف الجميل يكرر ما نقوله، نعلمه كلمة يرددها. اليوم هذا الببغاء يشبه أولادنا ويشبه نسواننا ويشبه مصلينا ويشبه تجارنا، وماكو ابتكار وماكو جمال وماكو دهشة. في 1996 هنا عقد مؤتمر في أريزونا في أمريكا، هذا المؤتمر اسمه مؤتمر تيكسون. علماء الدماغ في الأرض المختصين في الدماغ البشري جاءوا إلى هذا المكان، وطبعاً هذا الكلام نقلته عن مقالة للدكتور خالد شلبي، أنقلها نصاً. الببغاء جاءت ثلاث عالمات في هذا المؤتمر. إحدى العالمات جاءت بببغاء اسمه أليكس، هذا ما فقط يردد الكلمات، هذه قديمة، انتقلت هذه العالمة مع هذا الببغاء إلى مستوى الوعي، بدأت تعلمه الأرقام من 1 إلى 9، وبدأت تعلمه كيف يفرق بين الألوان ومغزى الكلمات. بيدها مفاتيح، تقول له: لون هذا المفتاح شنو؟ الببغاء يقول لها أخضر. فتقول له: اليوم شنو من الأيام؟ يقول لي: اليوم أربعاء. اليوم كم شخص؟ يقول له: 4 أو 5. هذا الببغاء انتقل من الطريقة الببغائية اللي موجودة اليوم في مدارسنا وأسواقنا ومساجدنا إلى الوعي، رفعت من مستوى الوعي. هذا المنطق الجديد الذي أريد في هذه الحلقة أن أشيعه بيننا، لعل المجتمع يستفاد من هذا السلوك. عالمة أخرى جاءت بشمبانزي. شمبانزي القرد هذا الذي يتكلم بعض الأحيان بلغته، هو اللغة التي لا نفهمها نحن. هذه العالمة فهمت الشمبانزي وجعلته يتكلم 256 كلمة. وأيضاً مظهر مدهش وعجيب أنه شمبانزي يتكلم ب 256 كلمة. عالمة ثالثة جاءت بدولفين. الدولفين يستجيب إلى صفارة الكمبيوتر، الدوس انتر يتصرف كذا، الدوس كذا يتصرف كذا. هذا المؤتمر يقول لنا أنه يمكن لنا أن نصل إلى منطق جديد مع الحيوانات التي لا تمتلك لغة إنسانية، يمكن أن نرفع المستوى من التخاطب إلى الوعي والإدراك. السؤال الكبير: هل الإنسان اليوم في 2020 يستطيع أن يرفع من مستوى اللغة التي يخاطب بها جاره وابن عمه والذي ظلمه والذي سرق منه؟ هذه اللغة التي أحتاجها اليوم في حلقة اليوم من الإدراك الإنساني، ونغادر طريقة التوحش التي يأكل بها بعضنا بعضاً. أيها الأحبة الكرام، حلقة اليوم متواصلة معكم، نخرج فاصلاً قصيراً ونعود إليكم.
وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام. ومنطقة طير نريد أن نشيع لغة إنسانية، لغة عملية تنفعني وأنفعك بدون مشاعر سلبية أو إيجابية، بدون تظالم، بدون تنافس. أجدادنا أيها الأحبة الكرام كانوا أشطر منا. المؤتمر اللي صار بالستة وتسعين أجدادنا سبقوهم بكثير، والجاحظ الذي توفي في وقت مبكر ألف سبع مجلدات لكتاب عنوانه الحيوان، فيه مشاهد واقعية، ينزل إلى الواقع ويشاهد الواقع ويستنبط لغة الجمال ولغة الدهشة، ويقول للناس من هؤلاء سنتعلم لغة الجمال. سابقة علمية للجاحظ. هناك العالم الذي اسمه النظام أجرى تجربة عجيبة غريبة، وهو قبل الجاحظ تجربة الكحول حينما يشربها الأسد، ولاحظ وراقب ما هي تصرفات هذا الأسد حينما يتناول الكحول. أجدادنا كانوا واعين إلى أن منطقة الطير ومنطقة الحيوانات فيه لغة جميلة نحاول أن نستعيرها في علاقاتنا اليومية. اليوم أنت قعد وراقب وسجل ملاحظات أي شيء بالحياة. اليوم لما تلاحظه بشكل دقيق وتراقبه بشكل دقيق راح تشوف نظام معين لإدارة الحوار ما بين هذا الشيء المراقب وما بين الكون. الكون يعاملنا بجمال ودهشة. الذي يسبب خراب وفساد هذا الكون شخص واحد ومخلوق واحد، هو الإنسان. الإنسان الظالم القاسي الذي أوجد المجتمع الأخرس، المجتمع الذي لا يستطيع التواصل مع الحاكم القاسي الظالم الذي يلغي المجتمع ويقول أنا ومن بعد الطوفان وأنا ظل الله على الأرض. وهؤلاء الناس يتجرعون الظلم ويتجرعون الهوان ويتجرعون المهانة، وتمشي الحياة والمنطق يمشي والكل راضي عن نفسه، وليس هناك حالة اعتراض وليس هناك دعوة لمنطق إنساني جديد. اليوم الحاكم الذي يقول أنا أفهم وأنتم ما تفهمون، وأنتم ما عليكم إلا شغلة واحدة، طيعوني حتى أوصلكم إلى الجنة، قلب وشوه ومزق وأهان معنى الحياة التي نعيشها. ابن المقفع كان عالم من علمائنا وكان ذكي جدا، أراد أن ينطخ بحائط الحاكم الظالم، لم يستطع لأن سطوة الحاكم والحرس الجمهوري للحاكم يغتالون أي صوت تصحيحي ويغتالون أي منطق إنساني. ابن المقفع كتب كتاب اسمه كليلة ودمنة. أبطال هذا الكتاب وأبطال قصص الكتاب هم الحيوانات أنفسهم، الذين تكلموا من الناس الذين لا يستطيعون أن يتكلمون. خوف الحاكم جعلهم ابن المقفع يتكلمون على لسان الأرنب والأسد والهدهد والغزال. لا زالت اللغة اليوم لغة حجرية قاسية ظالمة، لم نعد نمتلك الجرأة لنواجه أنفسنا ونقول أيها المجتمع العزيز تصالحوا، تفاهموا، اخترعوا لغة جديدة، لغة توضح العدالة فيما بيننا وتتخلص من الظلم فيما بيننا، ونقول للظالم يا ظالم، ونقول للمظلوم سنحاول أن ننصرك. اليوم يا صديقي حتى تفهم مغزى أني أدعو إلى لغة جديدة ومنطق جديد، تخيل أنك باكر الصبح تستيقظ صباحا وأنت فاقد لذاكرتك، ديليت كل المعلومات اللي تمتلكها في ذاكرتك وفي تاريخك وفي كل ما ورثته عن الآباء والأجداد. تخيل هذا المشهد العجيب الغريب، أننا لا نمتلك كتبنا مثلا، ولا نمتلك موبايلاتنا ولا حاسباتنا، ولا نمتلك حتى معرفة أسمانا. الحياة جحيم. بعض صور الحياة اليوم في السجون وفي مواقع المظلومين تعيش هكذا بلا ذاكرة. بعد أن نستيقظ من هذا المشهد بلا ذاكرة، أول شيء نبحث عنه نريد أن نسد الجوع، نبحث عن الطعام، الغاية القصوى التي تجعل الناس يتنافسون. بعد كم يوم نحاول نجمع الطعام ونبحث عن لغة للتفاهم، هذه مهمة بنفس أهمية الخبز الذي نحتاجه لسد الجوع. نحتاج اللغة لسد الجوع لكن من نوع ثاني، سد الجوع للتفاهم والتواصل والتعاون والتآزر. الشيء الثالث الذي سنبحث عنه بعد أن نفقد الذاكرة، بعد الطعام وبعد اللغة،
نحاول أن نبحث في هذا الكون وما وهبه الله لنا وكيف نرتقي ونستفيد وننتفع من هذا الكون ولا نخرب. مصدر الخراب من الطمع الإنساني هو الذي سبب كل مشاكل الحياة. حينما نتواصل بلغة إنسانية ولغة واقعية في أن ننفع بعضنا البعض سيكون هذا الكون أشد جمالاً ودهشة ورغبة في التعاون ورغبة في الارتقاء وتسهيل أمر الحياة. اليوم في لغتنا هناك سبل تواصل وأدوات تواصل، بعضنا فاتح الواي فاي وكل من حوله متصل معهم ويستطيع أن يبني جسور، بعضنا يبني ما بينه وبين الآخرين حائط وأسلاك شائكة ولا يعترف بشيء اسمه التواصل ولا ينظر إلى الناس إلا من أعلى، وهو يستنكف أن ينزل إلى مستوى البسطاء المحرومين المستضعفين. هذا الفارق ما بين الأول الذي هو يستطيع أن يتواصل مع الجميع وهو مشروع خدمة للجميع وهو مشروع تضحية وتعاون وتضامن للجميع، هذا هو المعنى الإنساني، هذا هو المنطق الذي نريده في هذه الحياة. اليوم نحتاج إلى تقنيات تقرأ مشاعرنا وتقرأ أحزاننا وتقرأ آلامنا، ونحتاج أن نواجه المجتمعات التي تغتال هذا المعنى الإنساني وتسحق الإنسان وتطحنه. اليوم خلينا نتعلم من الحيوانات التي شوهدت في مؤتمر 1996. يمكن لأدنى المستويات المنحطة من البشر أن نواصل معهم العلاقة من جديد لعلنا نكسبهم إلى صالحنا بالمعنى الإنساني. اليوم بعض المشاهد في الحيوانات عجيبة غريبة، سنحاول في هذه الحلقة أن نستفاد منها. الدجاجة الأنثى كيف تختار الذكر؟ اللغة العلمية العلماء قالوا هناك في طريقة اختيار الدجاجة لشريك العمر والزوج المثالي أنها لا تختار الأقوى ولا تختار الأجمل، بل تختار أفضلهم صحة وقوة. طبعاً بعضنا اليوم يفكر بطريقة معكوسة عن طريقة الدجاج، فيفكر بالجمال وبالمال ولا يفكر بأن العافية النفسية أولاً والعافية في المشاعر ولغة التواصل هي الشرط الأول لاختيار شريك الحياة. تريد عمر طويل للعلاقة ما بين الزوج والزوجة، ابحث عن من يشبهك وابحث عن من تستطيع أن تتفاهم معه. العلماء راقبوا حيوان آخر اسمه الأخطبوط. حينما تريد أن تهجم على الأخطبوط تقص من أذرعه وأنت فرحان، ربما ستنتصر على هذا الأخطبوط. الأخطبوط سيعيد تشكيل قطعاته وتشكيل نفسه ويعود إلى الحياة من جديد. ضربة واحدة على رأس الأخطبوط تقتل هذا الأخطبوط. اليوم حينما نواجه مؤسسات العولمة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لا تستطيع أنت أن تقص أذرع هذه المؤسسات الخطيرة. إن كنت ذكياً وتريد منطق جديد لمواجهة الحياة، أضرب هذا الأخطبوط القاسي على رأسه، ستنهار هذه المؤسسات. اليوم علينا أن ننتفع من مراقبتنا للحيوانات وكيف يحصنون أنفسهم وينقذون أنفسهم بلغة عملية واقعية علمية بعيدة عن الشعارات وبعيدة عن الأمنيات الفارغة التافهة. مجتمعنا اليوم بأمس الحاجة إلى لغة ومنطق جديد للتعاملات الجديدة بعيداً عن كل مصادر الخراب والظلم والفساد. أيها الأحبة الكرام، اللقاء معكم يتجدد إن شاء الله. أترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.